للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024 التي ينتظرها العديد من الطلاب من خلال تنفيذ بعض الخطوات السريعة التالية: أولاً، التوجه لموقع بوابة الثانوية العامة. 2. اختر من القائمة الرئيسية الخدمات الإلكترونية من قبل الطالب أولي الأمر. 3. اضغط على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024. ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح، وأخيراً انكر على النتيجة، وفي غصون دقائق ستظهر لك النتيجة، ويتم اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم في وقت قريب، وكذلك الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل ونسبة نجاح الطلاب هذا العام الدراسي، ثم نشر النتيجة على الفور. أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية سوف يتم في خلال هذا الأسبوع الجاري، وذلك عقب انتهاء عمليات تصحيح جميع أوراق الامتحانات استعداداً لرفع الدرجات عبر موقع بوابة الثانوية العامة من أجل الحصول على نتائج برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الأنباء التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الاثنين القادم 29 من يوليو الجاري، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأصدر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت توضيحا هاما وعاجل لجميع طلاب الثانوية العامة للرد على أنباء زعمت أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر يوم الاثنين المقبل، وهو ما أثار ضجة عارمة بين الطلاب لكشف الحقيقة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان توضيحي أنه لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح مستمرة في بعض المواد ولم تنتهي أعماله في الكنترول بشكل نهائي. وأوضح زلطة في بيانه أنه ما زال أعمال رصد درجات مستمرة في مواد أخرى، بالإضافة إلى استمرار مراجعة بعض البيانات للطلاب، مما يصعب إعلان النتيجة يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التعليم ستعلن الجديد من خلال قنواتها الرسمية. ونفى المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأنباء التي زعمت بظهور نتيجة الثانوية العامة بعد غدا الاثنين، وناشد الصحفيين والإعلاميين بتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن مؤشرات النجاح في عدد من المواد للثانوية العامة في مواد اللغة العربية والأجنبية الثانية والأولى والفيزياء والتاريخ، وهي المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها، حيث جاء المؤشرات الناجحة أعلى من السنوات الماضية بشكل طفيف. في النهاية نتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتفوق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم أي معلومات عن النجاح.